مهند كيفك؟ شو عم تساوي هون؟ هذا مكتبي، ما حدا خبرك بهالشي؟ ما فهمت شو قصدك؟ يعني صرت عم بشتغل هون لفترة معينة، والكل عنده علم، والإدارة طبعا بتعرف. شو بكي خفتي؟ الموضوع كتير بسيط وما في أي مشكلة. بصراحة ما عم بفهم شو قصدك، يعني ما بعرف إذا بيطلع بإيدي ساعدك، بس على القليلة بسمعك. شكرا كتير. إذا أنت ما عندك شي هلأ فينا نلتقي عند عمر بالمشفى؟ طبعا بعد شوي بمر لعندك. لو سمحتي، ما بدي حدا بالشركة يعرف بهذا الموضوع بنوب. أكيد ولا يهمك. صحيح أنا من الصبح عم حاول حضر مشان اجتماع بكرة، بس كنت مر قلي مرحبا. بصراحة أنا ما كنت بعرف أنك هون، أصلا كنت مفكر أنك تركتي الشغل. صح، بس رجعت اليوم. فهمت. بدر امتى راجع؟ بكره المساء. وامتى سافر؟ يوم الجمعة. انت فيك شي؟ لا ما فيني شي. اذا عندك شي احكي. صدقيني ما في شي، اصلا ما إلك علاقة بالموضوع. اصبح ليش عم تسألني عنه؟ خطر على بالي هالسؤال، غلطت؟ يلا ما بدي أعطلك عن شغلك أكتر، وخليني أنا ضيع وقتي. يلا. عن جد صرت عم تشتغل هون؟ ايه فرحتني. ايه والله، يعني لأنك عم تشتغل بس. تسلمي، يعطيك العافية. الله يعافيكي. نعم. حكيت مع جان بيك وطلبت انه كل الرسومات الجديدة تكون جاهزة لاجتماع بكرة. لسه في وقت، انت اكيد فهماني عليه غلط. في طلبية جديدة وبدهم هدول يكونوا جاهزين بكرة. انا بحكي معه. ما في داعي تحكي معه، بكرة بيكونوا جاهزين. فهمت. نسيت انه صرتي زوجته للم.
مشكلة؟ رح نضطر نعيد هالتحليل. ليش؟ لأنه النتائج مو مطمئني، حابة يشوف الوضع بوضوح أكتر. يعني في شي وضع خطي؟ لا يا بانا خانة، مو لهالدرجة، بس كأنه في شي مو مزبوط بهالتحليل، ولهيك مو حابة قلك شي قبل ما نتأكد. بس بالمراجعة الماضية قلتيلي إنه كل شي كان طبيعي. طيب المشكلة لها علاقة بنمو الجنين مثلا؟ قبل ما نعمل الفحوصات وشوف النتائج ما فيني أعطيكم جواب واضح وأكيد. خير إن شاء الله. حبيبتي ما في داعي نزعل، دكتورة رح نعمل التحاليل، ننتظر أسبوعين ناخد جواب أكيد. تمام. لا رجاء دكتورة، أنا ما فيني انتظر أسبوعين، ضروري اطمن هلأ. بنا حبيبتي اهدي شوي، لا تعصبي. طيب وإذا طلعت النتيجة سيئة؟ أنا آسفة بانا خانة، وبعرف إنه بالك مشغول، بس ما فيني أعطيكم جواب هلأ، بالأول منعيد التحليل وبعدين منحكي. يعني ممكن أخسر الحمل؟ لا تقولي هيك ست بانا، وخلينا نشوف نتيجة التحاليل. حبيبتي بانا بترجاكي، الدكتور عم تقول إنه بس بدنا نتأكد، هذا هو كل الموضوع. بانا اهدي شوي. بانا خانم بغرفتها؟ لا طلعي. انتي ليش رجعتي لهون؟ في عندي شوية شغل مضطرة اخلصه. مهند لسه هون؟ بمكتب عمر بيك. ماشي يسلم. ساعدك بشي؟ لا تصبحوا على خير. تلاقي الخير. يعني ما خلصت شغلك؟ هلا يمكن عم يوقعوا، ما رح نخلص. كأنكم تأخرتوا. اي والله من الصبح وانا عم حاول معهم. على كل مش الحال، انت شو عم تساوي؟ والله لساتني بالشركة وشوي تانية طالعة. ضروري تديري بالك على املاك زوجك. انت بتعرف انه زواجنا منتي؟ بالعكس، انا قاعد عم بشتغل هون مشان المستقبل تبعنا. بكرة بتشوفي شو رح نعيش أيام حلوة. نحن مالنا مستقبل مع بعض، اتفاقنا بيخلص بعد 3 شهور. بلكي بعد 3 شهور صارت تطورات جديدة خلتك معي على طول. هالشي مستحيل بدر. لا تقولي مستحيل لأنه ما بتعرفي شو بيصير. شو بدك تتراجع عن الاتفاق؟ لا تخافي، أكيد رح أوفي بوعدي. بس أحياناً الحب بيطلب منا انه نضحي اكثر من طاقتنا، وانت بتعرفي هالشي مزبوط. على كل بلا ما نحكي بهالشغلات هلا وخلينا مبسوطين. مو هيك حبيبتي، ريحي لي حالك. بدر ممكن ثانيه اذا بتريد؟ لحظه ليكي، بعرف انك اشتقتي لي كثير. ثواني. اكيد بكره بكون عندك. ماشي يلا حبيبتي، لازم سكر هلا لانه عندي شغل.